تخافش يا حوده، مفيش مصيبه ولا حاجه، ان شاء الله كله يبقى تمام. قوم يلا. على فين؟ اروح المستشفى. روح المستشفى نعمل ايه؟ يعني ايه نعمل ايه؟ مش بتقول فصيلة الدم الواد نادرة؟ عشان كده دخنا عليها مش لقينا. طب يا سيدي، انا فصيلة الدم او نيجاتيف، يعتد اي حد. روح المستشفى وان شاء الله نديله 20 لتر. استنى بس تسليم بيه، الحكاية مش سهلة كده. صعبة علينا ليه يا عم ابراهيم؟ ولو ابني ولا ابنك مش تعمل كده؟ يلا يا حود، يلا يلا وسيب على الله. سعادتك يعني انا مصدقني ان انت اتدريت هنا، وبعدين الطريق من هنا للمستشفى هنقابل ناس في المستشفى، ممكن حد معك يعني هتبقى في مشكله عليك. مشكلتي وانت تغير كلامك؟ مش انت قلت مفيش حد واخد باله من حاجه في المنطقه هنا، انما المستشفى هيبقى في مشكله اكبر. انا خايف على سعادتك. يعني انت خايف عليا ومش عايز اخاف على ابنك؟ ايه يا جدع في ايه؟ قوم يلا وسيب على الله. طب احاول اتصرف انا واتصل بحد في مستشفى يتصرف في كيسين دم ولا حاجه؟ احنا لسه لما تجيب كيسين دم. وبعدين ما ينفعش تتصل بحد، احنا اكيد متراقبين وهيعرفوا مكاننا. يلا يا حمد، يلا وربنا يسترها. طب انا هاجي معاك. لا خليك، خلينا خفيف خفيف. يلا سيب على الله. بص يا أنسة جميلة، احنا وانتي مش خصوم في المعركة دي خالص. انتي معركتك مع سليم الأنصاري مش معانا. بس انتوا سليم واحد، كان واحد مننا، دلوقتي احنا حربنا ضد سليم الأنصاري، وعدو عدوي صديقي. يعني ايه؟ مش فاهمة. ما تيجي على سبيل التغيير أو على سبيل التجربة مثلا، نجرب ننسى خلافاتنا ونحط ايدينا في ايدين بعض. أنا مش للبيع يا صلاح بيه. لا ما هو عايز أقول لك على حاجة، سيبك من الكلام اللي لا يود ولا يجيب ده. أنا ما بقولكيش اكتبي تقارير عن زمايلك، دي مش شغلتي أصلا. إنما عايزني أساعدك إزاي؟ هو أنتوا ليكوا في حاجة تانية أصلا؟ أنا عاوز أقول لك على حاجة، أنا الوحيد في العالم ده كله اللي يهمه إنه يقبض على سليم الأنصاري ويسلمه للعدالة. يمكن يكون ده موقفك الشخصي، أما موقف الوزارة إيه؟ وأنا من الوزارة وده شغل الوزارة، وأنت بهجومك علينا ده بتشتتي نفسك قوي، بتلخبطي الناس. بصي يا نسا جميلة، المجرم في القضية دي واضح جدا. المجرم اسمه سليم الأنصاري، ده اللي لازم نركز عليه. كلمي الناس عنه، هاجميه، اشتميه، اعملي كل اللي انت عاوزاه، انا مش هلومك. اقول لك على اكتر من كده، اعملي هاشتاج سميه بلغه عن سليم الأنصاري، واقنعي كل الشباب اللي عندك في السوشيال ميديا انهم يبلغوا عنه، يدوروا عليه وهم يساعدونا. هاتيلي معلومة واحدة حقيقية وشوف أنا هعمل معاكي إيه. مش هتخسري حاجة، وجربي، ولو قصرت رقبتك ما تكمليش، ولو وصلنا لحاجة مع بعض يبقى يا ست ترجعي اشتمينا زي ما أنتي عاوزة. مش يمكن التجربة دي تخليكي تكتشفي حاجات ما كنتش عارفاها قبل كده، وهتحطي إيدك على حقائق عمرك ما كنت هتوصلي لها؟ مش يمكن تغيري موقفك؟ ولا انت خايفه من حكايه تغيير الموقف دي؟ ما اعرفش. الحق حقا يتبع، وانت حقانيه قوي بتدوري على الحقيقه. خليكي معايا.
ناويتي على ايه؟ خلينا نجرب نمشي وراهم المرة دي، أما نشوف آخرتها ايه. جميلة نفذت يا فندم، والهاشتاج بدأ ينتشر بين الناس على تويتر والفيسبوك. امتى هيفضل الظلم والقهر وسلب الحياه حتى هو مصير اي حد يفتح بقه ويتكلم؟ مين الانصاري بيتعامل مع مصر كلها على انها عزبه ابوه ومش همه اي حد؟ يا ترى بقى هتوقفوا بعضكم معانا يا رب تطلعوا من مفيش حد فوق القانون ولا لا؟ احنا ملناش غيرك يا رب. تمام. دول الأربع أماكن اللي ممكن أقابلك فيهم أو حتى أبعتلك حد هناك. هنسميهم ألف وب وجيم ودال. أوعي تنسيهم. ها هو أنت بتتعامل معايا ليه على إن أنا عيلة صغيرة؟ كم؟ ماشي يا كبيرة. الخطوط بقى اللي أنت جبتيها هتاخدي واحد وتديني اتنين، ولما تعوزيني ابعتي لي رسائل بلاش تكلميني غير لو في حاجه مهمه قوي يعني. ماشي؟ عارفه والله، علشان مراقبه التليفونات اسهل بكتير من مراقبه المسجات. برافو عليك. لما تحبي بقى تبعتي لي رساله بلاش من البيت ولا من المكتب، ابعتيها من الشارع من حته بعيده عشان محدش يعرف مين اللي بيبعت لي. ماشي؟ ماشي. وانا اول ما الورق يجهز هبعته لك على طول. بس خلي بالك يا فريد، الورق ده مهم، ممكن يوصلني لولاد الكلب دول. انت فاهمه كويس طبعا صح؟ فاهمه يا حبيبي، ما تقلقش. حوده هو مش عاد. عايزك بقى تركز معايا عشان عايزك في حاجه مهمه. رقبتي تعرف تسوق بسكليت؟ امان. آسف على المشكلة اللي عملتها لك. سليم الأنصاري. ده انتوا واخدين بعض عن حب بقى. أتاريك مش عاوز تساعدنا ولا تقول لنا سليم الأنصاري مستخبي في أنهي داهية؟ يا صلاح بيه، أنا زي ما قلت لسعادتك، اللي رمى لي الكيس كان لابس خوذة ما شفتش وشه، والموتوسيكل كان بدون نمر. اسمع، رجوع السلاح ما ينفيش عنك تهمة الإهمال اللي تسببت أصلا في ضياع السلاح، والحكاية دي أنا مش هعديها بسهولة. ده أنا هجيب لك عليها جزا، وجزا محترم كمان، وأخلي سليم صاحبك ده ينفعك. سعادتك عارف كويس أوي إن أنا وسليم عمرنا ما كنا أصحاب، إحنا مجرد كنا زملاء. وبعدين أنا مش جاي لحضرتك النهاردة عشان توقف الجزا عني. أمال جاي ليه؟ جاي تحرق دمي؟ جاي تقول لي في وشي إن سليم حر بيتحرك زي ما هو عاوز في البلد، مش عامل لنا اي حساب؟ يا صلاح بيه، انا جاي الفت انتباه سعادتك لحاجه. سليم غامر عشان يرجع لي المسدس ويحل لي المشكله اللي هو وقعني فيها. اللي يعمل كده
مستحيل يضرب عيل صغير من غير سبب لحد ما يموته. معلش افتكر حضرتك ممكن لو تعذرني بس في اللي انا هقوله. حضرتك محتاج تراجع موقفك تجاه سليم. تعرفني شغلي ولا ايه؟ هو تتخيل ان اللي عمله سليم ده هيخليني ارحمك؟ يلا امشي. ايه جاي يقول لي راجع نفسك في موضوع سليم؟ مش عارفين ان الضابط اللي بيتجاوز احيانا ده وبيعذب انه مش شرط يبقى من اكله لحوم البشر او ماشي راضي في الناس شمال ويمين، ده ممكن يبقى انسان طبيعي جدا، شخص لطيف وحبوب ولذيذ وابن نكته. مش فاهمين انه ممكن يبقى مع اهله واصحابه حاجه ومع الناس حاجه ثانيه خالص. وأكبر دليل على اللي أنا بقوله لك ده اللي حصل لك. هو اللي عمل فيك كده واحد أنا فاكره كويس أوي وأنا صغير. كان دمه خفيف وابن نكتة وكانت ضحكته مجلجلة جوه البيت. وأدي النتيجة. أنا آسف يا سيادة اللواء، أنا آسف قلبت عليك المواجع. زنتي؟ طبعا زنتي، أنا زي ما خدتش بالي. لا وكمان أنت مين؟ أتاري ولاد الكلب بس سايبين فيها خرم إبرة. يعني الورق ده فيه حاجة كويسة لينا يا سليم بيه؟ حاجات حاجات يا هيمة. دلوقتي أنا فهمت اللي حصل ده حصل إزاي وليه، بس المهم بقى إن الورق ده فيه خيط هيخلينا نقلب الدنيا كلها في قدام أخوك.